ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكلك طيبة يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليك يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة حبيبة. ست الحبايب يا حبيبة حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكلك طيبة يا ربي خليك يا أمي. بالليل بتجلدي كراستي وبتكوي هدومي وقبل تقومي وجنبي في نومي وفحراستي أمي نور بتناسب الكل بموت فيكي بوجودك تضحك دنيتي لو مست ايديكي ربنا يحميكي خليكي بارك فيكي أمي نور بتناسب الكل بموت فيكي بوجودك تضحك دنيتي لو بوست ايديكي ربنا يحميكي خليكي بارك فيكي. كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيب يا باشا. عايزك تقولي بقى ايه أكتر هدية مميزة جبتها لمامتك في عيد الأم؟ والله أنا يعني لو قدمت حياتي كلها شوية على أمي بصراحة، يعني أنا لو قدمت عمري كله وحياتي شوية على أمي، لأن أمي يعني عملت معايا كل حاجة صعبة إن هي تتحكي، فأي حاجة شوية عليها. جبت لها هدية إيه وكانت كلفتك كام يعني؟ لا موضوع الهدية دي أنا ممكن كل يوم يعني لو أجيب لها كل يوم هدية شوية عليها، وموضوع التكلفة دي لا صعب يعني ما ينفعش نجيب حاجة ونقول وكذا. حابب تقول ايه لمامتك بمناسبة عيد الام؟ لا كل سنة وانت طيبة يا ست الكل وربنا يخليكي لينا وما يحرمنا منك ابدا، تفضلي كده بيتك مفتوح بحسك دايما يا رب يا رب. عايزك بقى تهدي لها اغنية بمناسبة عيد الام من اغاني عيد الام بقى. اقول لها ست الحبايب يا حبيبة كل سنة وانت طيب. حضرتك طيب. عايزك تقولي لي بقى ايه اكتر هدية مميزة جبتيها لمامتك في عيد الام؟ لو قلت لك مش بجيب بقول لك كل سنه وانت طيب. هي تكفي. ممكن تك شويه كده ما جبتلهاش ولا هديه خالص؟ لا والله جبت لها بس فرشه وجاروف. حلو قوي. كنت جايبهم بكام بقى؟ 15 جنيه. ده من كام سنه؟ من السنه اللي فاتت او اللي قبليها باين. وجبت لها شفشه. يعني جبت لمامتك في عيد الام جاروف وفرشه؟ اه. تاني وشفشه. قول دول ب 15 جنيه. لا ب 30 زادوا يعني. اه. حابه تقولي ايه لمامتك في عيد الام؟ كل سنه وهي طيبه وبحبها قوي ومش تزعل مني في اي وقت انا زعلتها فيه. عايزك تقولي لي بقى بتهدي مامتك اغنيه ايه بمناسبه عيد الام؟ ست الحبايب يا حبيبه يا اغلى من روحي ودمي يا حنينه وكلك طيبه يا ربي خليك يا امي يا ربي خليكي يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة حبيبة. كل سنة وانت طيب. حضرتك طيب. كل سنة وانت طيب. وانت طيب. ايه أكتر هدية مميزة جبتها لمامتك في عيد الأم؟ كان شفشف وكوباية صراحة. شفشف وكوباية بتوع رمضان من زمان أوي. شفشف وكوباية؟ اه بتوع رمضان. كنت جايبهم بكام بقى؟ كنت جايبهم بتاع 15 جنيه من زمان قوي. حابب تقول ايه لمامتك في عيد الام؟ كل سنه وهي طيبه و100 سنه ان شاء الله معانا. ان شاء الله. عايزك تهدي مامتك اغنيه كده او جزء من اغنيه تقول لها ايه؟ ست الحبايب يا حبيبي برضه كله بغنيها. عايزك تقولي لي بقى اكتر هديه مميزه جبتيها لمامتك في عيد الام؟ قلت لها كل سنه وانت طيبه وجبت لها شال. شال؟ جبتيه لها بكام بقى؟ ب 150. 150؟ يعني رد فعل مامتك ايه لما انت دخلتي عليها بالشال؟ فرحت قوي. عايزك تقولي لي بقى تحبي تقولي ايه لمامتك بمناسبه عيد الام؟ كل سنه وانت طيبه وربنا ما يحرمني منك ابدا. عايزك تهدي لها اغنيه كده مش شرط تغنيها، جمله من اغنيه. اقول لها ايه يعني؟ مش مثلا في اغنيه مميزه انت بتحبيها تقوليها لمامتك في عيد الام بينك وما بينها، عايزه بس جمله منها. ست الحبايب يا حبيبة حبيبة
يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل كتيبة، يا ربي خليك يا أمي. شكرا ليك. يا ربي خليك يا أمي، ربنا ما يحرمني منها أبدا. كل سنة وأنت طيب. وأنت طيب. عايزاك تقولي لي بقى ايه اكتر هديه مميزه جبتيها لمامتك في عيد الام؟ اكتر هديه انت بحبها الحاجات الواسعه، جبت لها ملحفه. جبت لها بكام بقى؟ 350. ما شاء الله. عايزاك تقولي لي بقى تحبي تقولي ايه لمامتك بمناسبه عيد الام؟ اغنيه. اول يوم جنبي في مدرستي، بالليل بتجلد كراستي، وبتكوي هدومي وقبل تقومي، وجنبي في نومي وفحراستي. أمي نور بتناسد الكل، بموت فيكي بوجودك، تضحك دنيتي لو مست ايديكي، ربنا يحميكي خليكي بارك فيكي. أمي نور بتناسد الكل، بموت فيكي بوجودك، تضحك دنيتي لو بست ايديكي، ربنا يحميكي خليكي بارك فيكي. بس انا هزرغ تاني. تحبي تقولي لمامتك بمناسبه عيد الام؟ ولا كل سنه وانت طيبه ودنيك بقى على طول. كل سنه وانت طيب. وانت طيب والصلاه والسلام. عايزك تقولي بقى ايه اكتر هديه مميزه جبتها لمامتك في عيد الام؟ والله يقول لها حاجه في الدنيا. جبت لها ايه؟ لا لسه هجيب لها بالليل ان شاء الله. جبت لها قبل كده ايه في عيد الام اللي فات؟ جبت لها ورده. ورده؟ بلدي ولا بلاست؟ ايه؟ لا بلدي يا شيخ. جيبها بكام بقى؟ يعني اكتر مبلغ دفعته في عيد الام كان كام مثلا؟ والله على حسب عادي يعني. ايوه فرنج كام؟ مش فاكر بصراحه. بس مش فاكر. يعني انت جبت هديه عيد الام ومش فاكر دفعت ثمنها كام؟ بس من كلام 500-600 جنيه. جبت لها ايه بقى؟ الرينج ده كده. كنت جبت لها كام في 500؟ بوكي ورد. قلت ورده. لا بوكي ورد، ما هو بوكي ورد. حابب تقول ايه لمامتك في عيد الام؟ كل سنه وانت طيبه وربنا يخليكي لينا وما يحرمناش منك ابدا يا رب. تهدي مامتك ايه في عيد الام النهارده باغنيه؟ تهديها باغنيه ايه؟ اي اغنيه عادي. ايوه نقول اغاني معينه. مثلا جمله من اغنيه. مش في اغاني كتير، ما انا مش هعرف. ست الحباب يا حبيبه، ست دي ام يا حبيبه. ماشي. لا ما انا مش هغششك. ايه؟ مش هغششك انا. ما ست الحباب يا حبيبه اهي، ما هو مش غير دي. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب يا ست الكل. عايزك تقول لي بقى ايه اكتر هديه مميزه جبتها لمامتك في عيد الام؟ اني امي هي حلمت تعمل عمره في السعوديه، فاني بتمنى لها من قلبي انها تيجي بالسلامه واللي هي عايزاه يعني. اني امي مش في حد زي امي يعني. ربنا يبارك فيها يا رب. لكن بالنسبه للهدايا ما فيش هديه يعني بتقيم معزه امي يعني. اني سنه كل هاتي هديه لامي يعني. بس حابب تقول ايه لمامتك بمناسبه عيد الام؟ كل سنه وهي طيبه ويا رب يخليها لنا ويطول في عمرها ويخليها لاولادي ويخليها لاخواتي وربنا يبارك فيها. احنا من غيرها مش نسوا اي حاجه فعلا، احنا من غيرها ولا حاجه. بقى تهدي لمامتك اغنيه من اغاني عيد الام، ما تغنيش، عايزك تقول جمله من جمل من الكوبليهات اللي في الاغاني. والله الغني يعني مش اللي في الاغاني بس، انا كان في اغنيه اللي هي بتاع ست الحباب بس يا حبيبه، وفي اغنيه اللي هي احلى في الكون هي امي او حاجه زي كده، كنت بسمعها ايام ست الله يرحمها برضه يعني. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيبه يا ست الكل. عايزك تقول لي بقى ايه اغرب هديه جبتها لمامتك؟ وانا عامه اغرب هديه كانت اول هديه ورده بصراحه يعني، كنت انا لسه عيل صغير بس لحد دلوقتي ما جبتش. كانت بكام الورده بقى؟ انا فاكر كانت بجنيه وربع، بجنيه ونص في الحدود دي. كانت على ايامنا بسبعة ونص. والله؟ كانت بقى ورق ورد بلدي ولا بلاستيك؟ لا كانت بلاستيك. حابب تقول ايه مامتك بمناسبه عيد الام؟ حابه اقول لها كل سنه وانت طيبه يا ست الكل، ويا رب تكون سنه، يا رب تكون معانا طول العمر، ويا رب تكون سنه سعيده علينا وعلى امه محمد، وربنا يعني يفك قصر الناس اللي هي في غزه وبدعي لهم. عايزك تقول لي بقى تهدي مامتك هديه ايه في عيد الام السنه دي؟ انا لسه ما خدتش القرار ان انا اجيب لها حاجه، بس ان شاء الله هجيب لها حاجه كويسه. طب تهدي لها اغنيه ايه طيب؟ اغنيه ايه؟
وانا عامه بحب اسمع لوردة، بس يعني مش فاهم. قول لمامتك كلمه بمناسبه عيد الام. حابه اقول لها كل سنه وهي طيبه. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيبه يا فندم. عايزك تقول لي بقى ايه اكتر مميزه، ايه اكتر هديه مميزه جبتها لمامتك في عيد الام؟ والله اكتر هديه كان مصحف وعبايه، لان المصحف بتبقى حاجه كويسه بالنسبه لامك، بتبقى بتفكرك بربنا وان انت فاكر ربنا وبتفكرها بيه. ايه رد فعلها ايه بقى لما جبت لها الهديه؟ اكيد طبعا بتبقى مبسوطه، لان اي ام بتبقى حابه ابنها تشوفه كويس وحبيبها وقريب منها وفاكرها مش ناسيها. بتقول ايه لمامتك بمناسبه عيد الام؟ كل سنه وهي طيبه وربنا يبارك لنا في عمرها وما يغناش عنها ابدا يا رب. عايزاك بقى تهدي لها اغنيه بمناسبه عيد الام. للاسف والله ماليش في الاغاني. ما تغنيش بس ممكن تقول جمله من مقطع اغنيه مثلا. ماليش في الاغاني والله خالص. ايه اكتر هديه مميزه جبتها لمامتك في عيد الام؟ والله اكتر هديه انا كنت جايب لها قبل كده بوتاجاز صراحه. ايه رد فعلها ايه بقى لما انت دخلت عليها والبوتاجاز؟ والله كان رد فعلها بصراحه حاجه جميله، هي كانت اصلا بتقول لي انا مش عايزه اشوف منك، مش عايزه منك اي حاجه، يعني لان ايه يعني مثلا احنا هنا في غربه، من الفيوم لهنا غربه، فهي كانت بتقول لي انا اهم حاجه ان انا إيه كنت اشوفك بس مش اكتر. هي كان اهم حاجه عندها ان هي تشوفني يعني في رمضان. حابب تقول ايه لمامتك بمناسبه عيد الام؟ والله كل سنه وانت طيبه وربنا يطول لنا في عمرك وان شاء الله السنه الجايه تكون احسن حال. عايزك تقول لها بقى جمله من كوبليه بتاع اغاني عيد الام. ما انا مش حافظها والله. مش حافظها. مش عايزك تحفظ، انا بقول لك قول جمله من الاغاني بس، جمله. والله يا ست الحبايب فعلا وربنا يخليها لنا ان شاء الله تكون ربنا يطول لنا في عمرها ان شاء الله، وتشوف ابن يوسف اللي جاي ان شاء الله.